أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيادة الصحة. زي ما عودناكم في كل حلقة بنتناول موضوع بيهم صحة الأسرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع من موضوعات الساعة وكل ساعة، وهو مرتبط بكورونا. هنتكلم النهاردة عن بروتوكول علاج كوفيد-19، وهيشرفنا يكون معنا الدكتور أحمد إدريس، المتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف وعضو منتدى الإصلاح الصحي. وبنرحب بحضرتك دكتور أحمد معنا النهاردة. أهلا وسهلا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. موضوع كورونا يعني بقالنا فترة كبيرة ما فيش بيت من البيوت إلا وبيتكلم عنه، وبعدين الموجة الأولى ثم الموجة الثانية ثم الموجة الثالثة، وبعدين وصلنا لمرحلة كنا متخيلين إن موضوع كورونا بعيد عننا، وكنا شوية خايفين، وفي بعض الناس عندهم لا مبالاة، وفي بعض الناس عندهم انتظار وتوجس. ووصلنا لمرحلة أعتقد إن ما فيش بيت من البيوت إلا وأصيب أحد أفراده، والحمد لله تعافى منه. في بعض الناس ما زالوا في مرحلة الإصابة. يعني الموضوع يهم الناس كلها، وكمان منتظرين الموجة الرابعة بداية من زي ما بعض التقارير يعني أشارت من شهر يوليو. وبعدين ابتدت تقارير تانية بتقول إن في تحورات مختلفة، وكل نوع من الأنواع الخاصة بكورونا يعني بيحتاج بروتوكول مختلف. عايزين نبدأ مع حضرتك بقى في البروتوكول الحالي وعناصره لعلاج كوفيد-19. طبعا حضرتك أثرت نقطة مهمة قوي. فعلا النهاردة ما فيش أي بيت في مصر، أي بيت، إلا إذا كان أصيب أحد أفراده بفيروس كورونا، إما كانش بعض الأسر، في أسر كاملة أصيبت بفيروس كورونا. حديث الساعة فعلا مش في الفترة دي، لا من سنة، حديث الساعة فيروس كورونا والتطورات اللي بتحصل، والموجة الأولى والموجة الثانية، والتحور اللي جاي لنا من الهند، وطبعا وكثير من الشائعات، كثير فعلا من الشائعات اللي احنا سمعناها. لذلك يعني دعت لجنة إدارة الأزمة لتناول هذا الموضوع بحذر. يعني بحذر، يعني أنا هبدأ بقى كلامي النهاردة الملفات اللي هذه الملفات، ملف كورونا والعناصر الفاعله في هذا الملف. ابدا النهارده حديثي بالحكومه المصريه ودور الحكومه المصريه. يعني في اطار كلام حضرتك، النهارده كانت لجنه اداره الازمه برئاسه دوله رئيس الوزراء عقدت، وكان في انتظار لكثير من وسائل الاعلام، والناس كلها متركبه القرارات الجديده الخاصه بلجنه اداره الازمه. هي نفس القرارات، استمرار غلق المحلات التجارية لحد الساعة 9، تجديد على الإجراءات الاحترازية، العمالة بتبقى تخفيض العمالة والتشديد عليها يعني حسب الحاجة، فتح الشواطئ والمنتزهات بس باتباع الإجراءات الاحترازية بدقة وتجديد عليها. كتير قوي من الناس فعلا كانوا موافقين على هذه القرارات. ناخد الجانبين، في بعض الناس يقول لك الحياة التجارية هتتأثر، وفي بعض الناس يقول لك لا، ده اللي احنا مفروض نمشي كده. هو بما ان حضرتك يعني في مجال المهن الطبيه، ولكن معلش هتوقف عند الموضوع ده، وهو زي ما حضرتك بتقول ان في بعض الناس يعني شايفه ايجابيه ان الحكومه بتاخد اجراء، وفي بعض الناس يعني مصالحها بتتاثر، وبعدين بيقارنوا بيقولوا طيب استمرار غلق المحلات بدءا من الساعه 9، يعني ما احنا بنركب المترو بنروح المتنزهات وبتنزل الشوارع بتلاقي الناس في الشوارع يعني منتشرة، يعني ايه علاقة غلق المحلات مبكرا الساعة 9 بالحد من انتشار الفيروس؟ انا زي ما قلت لحضرتك، هي النقطة اول حاجة غلق المحلات، هل النهاردة الاهتمام بصحة المواطن والاهتمام بحياة المواطن، ولا الاهتمام بالناحية الاقتصادية؟ الحكومه النهارده لازم توازن بينها بين الكفتين دي. هو الناس ما اختلفتش، بس بيقولوا برضه اهم طبعا صحه المواطن اهم، بس في انشطه كتير مفتوحه. أكمل لحضرتك، اهتمام بصحه المواطن اهم، عشان كده النهارده لازم نحط معايير منضبطه ومعايير دقيقه جدا وقوانين صارمه حتى نحافظ على حياه المواطن.
حضرتك خدتني بقى في نقطه. طب الناس زحمه الصبح، الناس زحمه في المترو. النهارده الحكومه فعلا عملت اللي عليها، الحكومه فعلا النهارده نزلت اجراءات احترازيه وقوانين صارمه عشان تحافظ على صحه المواطن. بالتالي المواطن لازم يكون اكثر حرصا على صحته من اي حد. النهارده المواطن وهو في المترو وفي وسائل المواصلات لازم يلبس كمامه. النهارده المواطن لو شاف في وسيله من وسائل المواصلات زحمه، ايه المشكله ان هو يستنى اللي بعدها؟ الحكومه النهارده قالت تخفيض العماله. طب ما هو الناس النهارده بتنزل مش للضروره، احنا بنشوف النهارده ناس نازله مش للضروره، وهي دي النقطه، ان لازم يكون في وعي للناس ووعي، وده اللي لازم ناكد عليه الوعي. النهارده نقطه الوعي ده هي دي اهم نقطه في هذه الحرب مع كورونا. ليه؟ النهارده المواطن لازم يكون واعي لصحته، واعي لصحه اسرته. النهارده نزولك من غير كمامه هياثر على ايه؟ مش هياثر على نفسك وبس، هياثر على بيتك وزوجتك واطفالك وكل المحيطين بيك. النهارده انت ممكن لا قدر الله لو اصبت هتكون بؤره لانتشار عدوى نحن في غنى عنها. طيب ايه الضروره؟ انت لازم النهارده تحسب ايه المكتسبات من نزولك، وايه المكتسبات النهارده، وهل نزولك ده للضروره ولا نزولك ده لغرض الترفيه ليس اكثر. لو لغرض الترفيه ليس اكثر، لا، اقعد في البيت وخلي بالك من نفسك، واقعد في البيت وخلي بالك من اسرتك، انت امين على هذه الاسره. عشان كده لازم النهارده ناكد للمواطن. الحكومه النهارده عملت فعلا اللي عليها. هو حضرتك شايف ان الحكومه يعني عملت اللي عليها في اصدار التشريعات واصدار اللوائح؟ هل الحكومه والتوعيه يعني عايز اقول حاجه بقى في التوعيه، وعملت عليها في التوعيه، هل دورها في التوعيه كافي؟ كافي. طب ليه ما بنلاقيش ده انعكاس ده؟ ودايما بنلاقي الحكومه حتى في يعني تعليقات دوله رئيس الوزراء، يعني احنا اتخذنا الاجراءات الغلط لان المواطن ما التزمش. تمام. فلو التوعيه قامت بدورها من خلال قنواتها المختلفه، ليه ما انعكسش ده على سلوكيات المواطن؟ احنا النهارده بنعاني، يعني بنعامل اكثر من فئه واكثر من مرحله عمريه واكثر من مستوى تعليمي. هو ده النهارده احنا 100 مليون مواطن، احنا لازم نوصل 100 مليون مواطن. برنامج حضرتك النهارده يعتبر منبر للتوعيه. البرامج اللي في القنوات المصريه والقنوات الخاصه ده منبر للتوعيه. وزاره الصحه النهارده بتبعت رسائل للمواطن اس ام اس على الموبايلات، ده نوع من التوعيه. حضرتك النهارده لو فتحت اي جورنان هتلاقي نوع من التوعيه. وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، منظمات الصحه العالميه بتبعت رسائل للمهتمين وغير المهتمين بالتوعيه لهذا الخطر. يعني احنا عندنا يعني الحكومه عندها اكتر من وزاره معنيه بالاتصال الجماهيري والمباشر مع المواطنين. يعني هنلاقي وزاره التضامن الاجتماعي عندها رائدات ريفيات، وهنلاقي وزاره الصحه عندها مثقفات يعني ريفيات، وهنلاقي الاداره المحليه والتنميه المحليه عندها في المحليات عناصر مختلفه. فهل هناك خطه بتدير منظومة التوعية بالإضافة طبعا إلى الإعلام، سواء كانت الهيئة العامة للاستعلامات عندها قطاع الاتصال الجماهيري ومراكز النيل، وعندنا كمان وزارة الإعلام وقنواتها المختلفة سواء على مستوى الصعيد القنوات المحلية الأرضية أو القنوات الفضائية. فهل هناك استراتيجية موحدة تسير بمنظومة واحدة من أجل تحقيق التوعية؟ حضرتك أثرت نقطة مهمة قوي. كل وزارة لها دور في التوعية، بس احنا النهارده برضو احنا بنتعامل بفكر الجزر المنعزله. كل وزاره النهارده ممكن تنزل في اختصاصها وتعمل توعيه. النهارده محتاجين يحصل نوع من التشاور بين الوزارات. هو ده اللي بنتكلم عليه فعلا. ده اللي احنا ما بنقول اداره الازمه وبنقول لجنه اداره الازمه، الموضوع ما يبقاش عشوائي، الموضوع ليس يبقى عشوائي. لا يبقى مش عشوائي. خطه لكل يعني تحدي من التحديات. لا لا لا. او مخاطر من المخاطر. لو حضرتك هتشوف النهارده فعلا دوله رئيس الوزراء والاتجاه اللي احنا ماشيين فيه من اكتر من سنه، لا النهارده مش هنقدر نقول ان ده عشوائي، لا، بدليل ان مصر النهارده عدت اكتر من ازمه. دول كتير جدا من دول العالم المتقدم ما عدتش من ازمه كورونا وشافت مشاكل عصيبه. يعني نقدر نقول ان مصر حاليا في نقله نوعيه في مجال اداره الازمه. فعلا اداره الازمه في هذا الملف ده اول اختبار فعلا الحكومه المصريه نجحت فيه باقتدار في اداره الازمه. انما النهارده في بعض احنا محتاجين نطور ومحتاجين نحسن ومحتاجين نجود حتى نوصل
لل 100%. طيب عشان نوصل ل 100% هنيجي، انا شايف ان لازم هنيجي لدور اخر من ادوار الحكومه، وهو وانا قطاع الصحه بقى، وقطاع تقديم الخدمات الصحيه في اطار كورونا، يعني من خلال بقى البروتوكولات، من خلال توفير العزل الصحي، من خلال المتابعه الطبيه للمصابين، من خلال توفير الاكسجين وما الى ذلك. هتكلم خاصه ان في شكاوى كتيره ان من رقم الخط الساخن انه ما بيردش على الناس، واما بنروح المستشفيات يعني احيانا ما بنلاقيش الاستقبال الكافي وهكذا. يعني حضرتك يعني عايزين نلقي الضوء على ده. لازم برضو ناخد بالنا ان في فرق بين المريض وهو رايح المستشفى متوقع كل واحد رايح حاسس ان هي دي اكبر مشكله. لا، النهارده المستشفيات فعلا فيها مشاكل كبيره جدا، في مرضى القلب ومرضى السكر، مرضى الضغط، في بعض الحالات الحرجه اللي بتدخل. انا معاك ان المريض لازم يلاقي احسن رعايه طبيه جوه المستشفيات وجوه الاستقبالات، وده بيواجهه المريض، وده فعلا المريض بيلاقي رعايه طبيه لائقه بيه. هل وحدات العزل كافيه؟ الى الان ما شاهدناش في الفتره الاخيره اي مشكله من في توافر الاسره. لا، الحمد لله النهارده حالات كتير قوي متوفر للاسره، ما لقيناش النهارده مشكله ان مفيش رعايات مركزه. لا، النهارده طيب متوفر. يعني هنستاذن حضرتك ناخد مداخله من دكتور محفوظ رمزي عطيه، رئيس لجنه التصنيع الدوائي ورئيس اللجنة الإعلامية بنقابة صيدلة القاهرة. أهلا بحضرتك دكتور محفوز. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا رماد، وأهلا بالأستاذ المسلمين، وأهلا بالدكتور أحمد المحترم. أهلا وسهلا أستاذ محفوظ دكتور. يعني بنرحب بمداخلة حضرتك، ويعني بمناسبة أننا بنتكلم عن بروتوكول علاج كورونا، يعني عايزين ناخد رأي حضرتك في هل متوفر البروتوكول بالشكل الكافي في الصيدليات، وتعليق حضرتك على القفزة في أسعار البروتوكول وبعض الأحيان دخول السوق السوداء في توفير بعض الأشياء المطلوبة خاصة أسطوانات الأكسجين. أولا، كل الأدوية الخاصة بالبروتوكول لعلاج الخاص بكورونا كلها متوفرة، والحمد لله حضرتك لو تلاحظ زي ما بترماد من يمكن احنا من الدول القليلة جدا اللي ما عانتش من نقص الأدوية في خاصة بأدوية كورونا بعلاج كورونا، ومن يمكن من اكثر من سنه ومصر بهذا الشراء الموحد وهذه الدول المصريه اشتغلوا خطوات طباقه انها توفر كل المواد الخام اللازمه لتصنيع الادويه الخاصه ب كورونا. في ادويه كتير جدا طبعا، احنا في بعض الادويه زي مثلا المضادات الحيويه مثلا ازيثروميسين او مثلا سيفتراكسون او سيفتاكسيم او مثلا الكينولون، كلها متوفرة ومفيش أي نقص في أي اسم تجاري فيها. بالعكس، متوفرة يعني متوفرة بوفرة وبكثرة في كل شركات التوزيع وشركات الإنتاج، لها كل التقدير والتحية إنها إيه كتسويق مصري وبتصدر منه كمان. طيب يعني أتفضل. لكن في جزء برضو عشان السادة الصيادلة والسادة الأطباء والجمهور يبقى واعي النقطة دي. إحنا عندنا حاجة اسمها هيئة الأدوية المصرية، وعندنا حاجة اسمها الهيئة القومية لسلامة الغذاء. تمام؟ في جزء كبير من المستحضرات اللي كانت تستخدم كمكملات غذائية والخاضعة للتسعير الجبري في الإدارة المركزية للصيدلة اتنقلت تبعيتها للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبدأت تزيد أسعارها. قد يراها البعض أنها قفزات، لكن هي غير خاضعة للتسعير الجبري. النقطة دي مهمة جدا جدا، يعني مثلا فيتامين سي أو الزنك أو غيره، كل الحاجات دي كلها خرجت من تحت عباءة الهيئة القومية هيئة الدول المصرية وراحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فبالتالي لا تخضع للتسعيرة. الصيادلة بيعانوا من حاجة غريبة جدا، إن في أدوية كتيرة بهذه هذا النطاق بتحمل أسماء تجارية كتير. وطبعا اقتصاد الصيدليات ما تسمحش بكده، فالرجاء من الساده الاطباء لما نكتب فيتامين سي او زنك ما نكتبش اسماء تجاريه. نكتب الاسم الفعال. نكتب اللاكتوفيرين نكتب اللاكتوفيرين، نكتب لاكتوفيرين بالاسم العلم بتاعه. لان ده بيعمل يا فندم مشكله، بيعمل مشكله كمان عند المرضى انه بيصر على الاسم على الاسم اللي كتبه الدكتور في الروشته. نقطه يا دكتور عماد، في نقطه بس انا عايز اوجه كل الساده المشاهدين ليها والمرضى. تأكدوا 100% ان طالما الدواء بيحمل نفس الماده الفعاله
فهو نفس الفعل ونفس التأثير. كل ما هناك أن هناك شركة تستطيع التسويق المالي لمنتجاتها وعمل اتفاقيات مع الصيدلة مع بعض الصيدلة الأطباء لإصرار الطبيب على كتاب الدواء باسم. تمام. يبقى احنا والصيدليات مستحيل توفر كل حاجة. ودي نقطة مهمة جدا وبتواجهنا وخاصة بتواجه المرضى، لأن يعني الوعي عند المرضى ما هوش بالشكل الكافي اللي بيخليه يعرف إن طالما المادة الفعالة موجودة. الظروف المادية اللي بيعاني منها قطاع كبير من الشعب المصري في ظل أزمة كورونا انعكست على المناطق الشعبية دلوقتي. حضرتك لو تلاحظ إن في أعداد زيادة كبيرة جدا، عشان أنا عشان أقدر يعني أوفر كل حاجة. ما أنا وفرت كل الأسماء التجارية للحاجات الخاصة بالهيلث مثلا في الغذاء، هيأثر على قدرتي على توفير الأدوية الرئيسية لجائحة كورونا. فأنت كطبيب ساعدني إن أنا أقدر أوفر الحاجات المهمة جدا، بالتالي يعني في إطار الأدوية الرئيسية في إطار الموضوع ده فندم. إيه اللي يكبرني؟ معلش يا أستاذ أمان، إيه اللي يكبرني وإيه اللي هيفيد المجتمع أو المريض لما أنا أوفر 20 30 شركة بتنتج فيتامين سي أو بتنتج زنك؟ ما هو فيتامين سي طبيعته واحدة. ايه المشكله ان انا اوفر صنف او اثنين وثلاثه والتاني المريض يجي مكتوب فيتامين سي ادلع اطلع له اي سر؟ خاصه ان انا اكثر يعني القطاع الصحي الصيدلي اكثر واحد بيبقى مرتبط مع المريض المصري وعارف قدرته الماليه. ما ينفعش حضرتك تكتب لي فيتامين سي او زنك العلبه ب 50 جنيه للمريض بيعاني وبيئن في ظل الظروف الاقتصاديه الموجوده حاليا. حضرتك اثرت نقطه مهمه، وخاصة اننا يعني بندور بقى على هل هناك يعني ادوية مصرية تعادل او تضاهي الادوية المستوردة في المادة الفعالة؟ لا بص يا دكتور مجد، معلش انا اسف، معلش ما نسالش السؤال ده. هو الاجابة ان كل الادوية المصرية وكل الادوية الموجودة على الرف الصيدليات تضاهي في كفاءتها، لم تزيد عن كل الادوية المستوردة. يعني اما نلاقي حضرتك الصيدلي بيقول ده مستورد احسن. يعني بص يا فندم، فكره التسويق وبعض الكيانات الكبيره اللي بتحاول توصل لمكاسب ماديه كبيره على حساب خداع المريض، انا اسف جدا الكلام ده مش موجود. الاعلام ساعد عليها كتير جدا. فكره الادويه المصريه عقده الخواجه، الدواء عشان يتحط على الرف يا دكتور عماد بيمر بمراحل معقده جدا 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 من التحليل وفي جهات مختلفه. طيب واحنا مع دكتور احمد قبل يعني مداخله حضرتك كنا بنتكلم على دور الحكومه، فهل هيئه الرقابه على الادويه لها دور في الحد من يعني هذه الظاهره الخاصه بالتسويق اللي يعني حمل عبء زياده على كاهل المواطن؟ بص يا فندم، اللي خلق فكره الدواء المستورد والمحلي والشركات هو التسويق في شركات الادويه، خاصه الادويه المالتي ناشونال. حضرتك زي ما اتكلم في قدره ماليه كبيره جدا على هذه الشركات للتسويق، فبالتالي هذه الثقافه انتقلت للطبيب، والطبيب على مدى سنوات طويله نقل هذه الثقافه لمين؟ للمرضى. فبالتالي اصبح المريض هو اللي بيسوق الفكره بنفسه ان الدواء المستورد افضل من الدواء المحلي. لكن حضرتك قطاع الدواء يختلف عن اي قطاع ثاني في اي صناعه في مصر وفي العالم كله. الدواء يا يجيب نتيجه يا ما يجيبش نتيجة. أنا مش بتكلم على قماشة أو خامة، أنا بتكلم على، أقول لك على حاجة يا دكتور عماد، حضرتك تعرف إن أوروبا، أنا بجيب بجيب مثلا من أوروبا وأمريكا دول مستوردة. أصل المادة الخام اللي بتيجي من أوروبا مستوردة من الهند والصين. أصل المادة الخام اللي بتيجي من أوروبا أو أمريكا أو أي دولة خارج مصر من الهند والصين. الدواء ليه سبيكس، المادة الخام ليها سبيكس معينة. وفي شهاده تحليل بيتحلل مره واثنين وثلاثه. التفتيش الصيدلي او التفتيش الدوائي على التفتيش على المصانع والتفتيش على المؤسسات الهيئه القوميه بتعمل ايه بقى يا فندم؟ نذكر بتمر على الدواء ممكن يبقى ليه 20 30 سنه في السوق، وبتنزل تاخد من الصيدليات او بتاخد مخازن الادويه او من شركات توزيع عينات عشوائيه ويتحل المنتج دون معرفه الشركه، واي خلل في التحليل يتم استدعاء الشركه وسحب المستحضر فورا. وده بيحصل في العالم كله، لكن مصر بدات اخر سنتين تنتج هذا النهج. ده يوضح يا فندم ان كل تسهيله بتنتجها اي شركه حتى لو بعد 10 سنين بتبقى حريصه جدا 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 على انتاجها بكامل المواصفات القياسيه العالميه اللي وضعها هيئه الدول المصريه. فبالتالي بطمن الجمهور المصري
من خلال برنامج حضرتك ودعوه للساده الاطباء ارجوكم ودعوه لمتخذ القرار في مصر في ظل ازمه كورونا ناخد قرار صح خاص بالصحه وقطاع الصيدله في مصر، كتابه الدواء بالاسم العلمي او نكتب الادويه الفرديه بالاسم العلمي مؤقتا دلوقتي. نبدا بس الخطوه دي تشوف هتقدر توفر مليارات الجنيهات من اكتظاظ الكريم وبتبعدهم كل فتره. هقدر اخفف على كاهل المريض ان انا اقدر اوفر له ادويه في متناول ايده بعيد عن التسويق المغالى فيه من بعض الشركات. ده يعني حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا وفي غايه الاهميه، ويعني رسالة لكل الأطباء. وعلى فكرة يعني الصيادلة من فترة كبيرة فعلا بتنادي بهذه الرسالة للأطباء. الصيادلة دكتور عماد بيعاني معاناة مرة في الموضوع ده. ثانيا يعني الصيادلة هم مصنعي الأدوية. أنا عندي 260 ألف صيدلة دلوقتي، عندي 30 ألف صيدلي دفعة 18 و19. الرجاء من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ان انت تستفيد بهذه القدرات وتضخم في المخصصات الصح الخاصه بالصحه، ونعمل حاجه اسمها جوب ديسكريبشن مظبوط للصيادله عشان نقدر نتحرك بمهنه الصيدله الامام. سياده الريس من اول بدايه حكمه كان بيقول لك انا مؤمن جدا بالتخصص، فبالتالي يا ريت كل ما يختص بمهنه الصيدله يجب ان يكون الطرف الرئيسي فيه واللاعب الرئيسي فيه الصيدلي. ننتهج نهج نسميه صيدله الدواء، يجب ان تصيدل مهنة الدواء في مصر، مهنة الصيدلة في مصر يجب أن تصيدل باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة. في عندي دلوقتي مشكلة في التكليف، أنا عارف الموضوع مش وقته والمداخلة مش مخصوصة عن التكليف، لكن تنويه وتنبيه للناس كلها ومتخذ القرار في مصر، يجب تكليف كامل دفعتي 18 و19 للصالح العام. في نقطة مهمة جدا يا دكتور عماد أنا أول مرة أقولها بس لازم تتقال. حضرتك عارف إن الصيادلة بتسافروا في الخليج ومصدر رئيسي جدا للعمله الصعبه من الخليج. مظبوط ولا لا؟ لا طبعا. في سعر معين للصيدلي بره. في الخليج في السعوديه الامارات او الكويت. عدم تكليف الصيادله هيقلل العمله الصعبه اللي داخله من مصر اللي بوردها الصيادله. بدل ما في 10 صيادله هيسافروا وانا عايز منهم 10، المعروض هيبقى 100 و1000، فبالتالي الراتب الصيدلي هينزل للربع. فبالتالي يا جماعه ارجوكم يا ريت نهتم وناخد قرار قوي جدا الخاص بالتكليف. طبعا كل الشكر والتقدير للجنه الصحه في مجلس النواب على راسهم الدكتور اشرف حاتم وكل الساده الاعضاء المحترمين اللي بذلوا مجهود كبير جدا وخرجوا بتوصيات يوم 6/5 او يوم 5/5 قبل العيد على طول للجنه لوزاره الصحه بتكليف كامل دفعه 18، وخلال 15 يوم يوضع جدول زمني لدفعه 19 تكلف. طبعا وزاره الصحه للاسف الشديد يجب ان تنظر بعين الاعتبار للصيادله. يا جماعه مهنه الصيادله في مصر محتاجه ناس تبقى امين عليها. متخذ القرار في مصر يجب ان يكون على درايه بكامل درايه كامله لهذه المهنه لاتخاذ كل الخطوات الايجابيه اللازمه للوصول بهذه المهنه الى المستوى العالمي اللي نصبه دايما اليه. احنا دلوقتي في هيئه دول مصريه، هيئه شراء موحد، سياده الرئيس من شهر ونص افتتح مدينه دول مصريه في ادويه كتير في مصر. مصر اكثر دوله قدرت توفر كل ادويه خاصه بجائحة كورونا دون معاناه. 90% من القطاع الخاص في هذا القطاع صيدلي، في جزء كبير من هذا القطاع في القطاع الحكومي غير صيادله. مش بتكلم على تخصصات معينه، بتكلم على كل ما يختص بمهنه الدواء الصيدله. ما ينفعش تبقى حد شريك كليه غير صيدله يمارس مهنه الدواء في مصر سواء تصنيع او ار ان دي او غيره. يجب ان يكون اللاعب الرئيسي في هذه المهنه هو الصيدلي. احنا بنكرر تاني ان الموضوع قد لا يعني يرقى الى مستوى اعلى من مستوى رئاسه الوزراء، لكن نداء اخير لمتخذ القرار. حضرتك يعني سلطت الضوء بمشرط جراح على اكثر من قضيه واكثر من محور من المحاور الهامه اللي بتشغل الحقيقه الشارع المصري، وفي ظل هذه الجائحه اللي يعني اتت بظلالها وانعكاساتها على الشعب المصري كله وكل اسره مصريه. بنشكر دكتور محفوظ رمزي عطيه رئيس لجنه التصنيع الدوائي ورئيس اللجنه الاعلاميه بنقابه صيادله مصر، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك. نرجع تاني للدكتور احمد ادريس. يعني حضرتك سمعنا مداخله دكتور الحقيقه محفوظ يعني حط ايده على كذا حاجه يعني من الحاجات اللي بتوجع الشارع المصري خلال هذه الفتره، وخاصه يعني
التنوع في الشركات التجارية والخاصة بالدواء، وإحنا في ظل ارتفاع أسعار وفي ظل جائحة جت عبء على دخل المواطن المصري، ونسبة كبيرة من المواطن المصري يعني يقع تحت خط مستوى الدخل المنخفض. وبعدين مشكلة كمان أثرها دكتور محفوظ، وهي مرتبطة بمهنة الصيادلة والصيدلة واهتمام وزارة الصحة. تعقيب حضرتك على أول حاجة، طبعا مصر البروتوكول في أو الفارماكوبيا المصرية أو الأدوية في مصر بتعدى 13,000 صنف، وهي دي طبعا تعتبر من أكثر المشاكل بتواجه الصيدليات وبتواجه اقتصادات الصيدليات. النقطة بقى الثانية والأهم، عشوائية التسعير للأصناف. النهاردة بنلاقي صنف مثلا ب 100 جنيه ونفس المادة الفعالة ونفس الكفاءة ب 30 جنيه. طب الفرق ده فين؟ عشوائية التسعير، أنا بسميها عشوائية التسعير، اللي احنا محتاجين نراجعها تاني كوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصري، تراجع تاني تسعير الأدوية. في بعض الأدوية فعلا محتاج يعني أسعارها. ده دور الهيئة محتاج أسعار تاني، أسعار في بعض الشركات فعلا بتخسر وفي بعض الشركات بتكسب مكاسب مهولة، كل ده رايح حتى هذه المكاسب بيدخلوها تحت بند الدعاية الطبية للمنتجات، وفي أكثر من صنف مش صنف واحد بس. نقطة مهمة بقى، ونقطة يعني دي أهم نقطة، إن لازم نطمن المواطن ومن داخلنا نطمن إن الدواء المصري لا يقل فاعلية عن أي دواء تاني موجود. بدليل أول حاجة، في أدوية كتير مصرية موجودة في الصيدليات في دول الخليج، وده بيدينا دليل إن هذا الدواء فعلا دواء فعال وأسعارها في متناول يد الجميع. النهاردة لما نلاقي دواء كحة أو قطرة عين موجودة في دولة زي السعودية زي الإمارات، ده انطباع إن فعلا الدواء ده دواء فعال وفعاليته ممتازة وبيجيب نتائج ممتازة. فعلا عقدة الخواجة اللي عندنا دي لازم تتحل ولازم تنتهي، إن ده دواء مستورد وده دواء مصري. وده دور التوعية، ده دور التوعية، لأننا بنروح عند الطبيب يقول لك أنا كاتب لك المستورد، نروح الصيدلية يقول لك أنا عندي دواء عند المستورد، تختار طبعا إيه؟ تختار إيه؟ إحنا دايما ده النقطة بقى، نتحرك للنقطة التانية، دور الطبيب. دور الطبيب مش دور تجاري وبس، لا، ده الطبيب ليه دور مهم قوي وده لازم نأكد عليه، دور إنساني. النهارده مش كل المرضى أغنياء ولا كل المرضى فقراء، لا، لأن اللي قدامي ده مريض يبقى لازم أكتب له دواء فعال ودواء بيجيب نتائج وبسعر مناسب. طب إيه ده؟ أنا لازم النهارده أشجع هذه الصناعة الوطنية، لازم النهارده أشجع الشركات الاستثمارية المحلية، لازم أشجع شركات قطاع الأعمال اللي هي كان ليها دور مهم جدا وتعتبر فعلا السند في هذه الأزمة، شركات قطاع الأعمال. في الإطار ده يا فندم، برضو إحنا بتمر علينا أخبار كده لكن ما بنعرفش ابعادها، يعني من شهر ونص فخامه الرئيس افتتح مدينه الدواء، ما عرفناش احنا كمواطن عادي بقى ايه اهميه ده بالنسبه لنا، اهميته بالنسبه لنا ان مصر يبقى فيها مدينه دواء. اول حاجه، ده النهارده احنا اتنقلنا نقله نوعيه فعلا، ده مدينه الدواء تعتبر مش يعني يعتبر انجاز واعجاز. ليه؟ الاول المواد الخام، كانت مصر بتصدر المواد الخام لدول زي الهند ومثلا زي الصين، النباتات الطبيه، وبنستوردها بصوره ادويه. النهارده احنا عندنا مدينه طبيه متكامله، اهمها ان احنا مشتقات الدم وبلازما الدم وكل الحاجات المرتبطه بمشتقات الدم في هذه المدينه فعلا ستتولاها، بدل ما احنا نشتري مثلا بعض حقنه الار اتش اللي في بعض حاجات اجينا كتير قوي بتروح عشانها ونستوردها من بره ويتحكم فينا بعض الدول، لان النهارده احنا هيكون عندنا مدينه طبيه تنتج هذه الحقن، مشتقات الدم والبلازما، ودي نقطه مهمه قوي. النهارده مش هنعاني من مشاكل بقى الدم ومشاكل البلازما ولا، احنا عندنا النهارده مدينه تتولى هذه الانتاج هذه المشتقات للدم. طيب الادويه الحيويه زي ادويه الكانسر مثلا وادويه السرطان، هذه المصانع جوه هذه المدينه ستتولاها، وده يخلي مصر النهارده ليها قدره انها تتحكم في كون ان انا اقدر اوفر غذائي واوفر دوائي، هبقى دوله صاحب القرار. هل مدينه الدواء دي لا يعني بتهدد صناعه الدواء الخاص او لا شركات لا 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 ده بتحميها. ده بتحميها ازاي يا فندم؟ النهارده بتحميها ازاي؟ النهارده بيبقى عندي المنافسه النهارده هتخلي في صالح المريض. النهارده الشركات الخاصه والشركات اللي هي بتقول لك ايه ده هذه المدينه ستهدد انتاجي، لا، النهارده انا بفتح المجال النهارده يكون عندي ان مصر تكون دوله رائده في صناعه الدواء،
كون ما مصر دوله رائده في صناعه الدواء هيدي انطباع للدول الخارجيه انها ممكن تستورد من مصر. يبقى النهارده هيكون عندي مجال ان انا اصدر الدواء، ودي مهم قوي، مهم قوي ان انا يبقى مصر ليها انطباع انها دوله مصدره. اذا ده انعكاس على المواطن، لا ده على المواطن، على الاقتصاديات، على اقتصاديات الدوله بصفه عامه، توفير احنا النهارده لو ما عملناش غير المشروع ده هيعتبر من احسن الانجازات اللي اتعملت مدينه الدواء. انا شايف ان ده هيفتح مجال لكتير قوي من الصيدله، زي ما الدكتور محفوظ بيقول دفعه كتير ما 18 19 ما جالهمش تكليف، لا النهارده الباب هيتفتح. بعض دول الخليج هتنتهي مهنه الصيدله فيها. يعني هتنتهي من الصيدله، مش هلاقي صيدلي مصري يروح يشتغل هناك، لان السوق المصري هيحتوي كل ال، لازم يبقى انا يبقى عندي باب بديل للموضوع ده. يعني السنه الجايه في حلول 2021 او 2022 دوله من دول الخليج ستنتهي مهنه، مش هيحتاجوا صيادله مصريين، كل صيادله هيكون من اهل هذه البلد. يبقى النهارده كل الاعداد دي هتروح فين؟ لازم النهارده يبقى عندي حاجه تستوعب هذه الاعداد من الصيادله والمهنه. انا شايف ان مدينه الدواء، اذا مدينه الدواء لها انعكاس على مهم جدا، كل مهم جدا، مهم جدا. طيب نيجي حضرتك يا فندم بقى للقاحات الحاليه، وخاصه دي طفره بالنسبه لنا فيها امان كتير وطمنت كتير من الناس، وبدات الدوله فعلا انها تقود الحمله وبقوه. فايه اللقاحات المتوفره حاليا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل مصل الكورونا حاليا ممكن تصنيعه هنا في مصر ولا لسه بنستورد الماده الفعاله؟ اول حاجه بقى انا عاوز اكد على النقطه ديت، احنا النهارده بالنادي وبقوه لكل الشعب ان قدم على اللقاح، اللقاح امان ليك ولاسرتك، فعلا اللقاح امان ليك ولاسرتك. بعض الاشاعات طلعت ان اللقاح بيسبب جلطات، لا ما تروحش تاخد اللقاح، ده في ناس خدت اللقاح وماتت، كل ده اشاعات ليس لها اساس من الصحه. كل دول العالم، وده كمان يعني بنسمن على دور الدوله في توفير اللقاحات بالمجان، لا ده وبنظام عالي الدقه. كل دول العالم، كل دول العالم بتاكد على مواطنيها انها تاخد اللقاح. خلينا يعني نقف على النقطه دي. يبقى احنا النهارده انا كمواطن لازم شرط ان انا اقدم على اللقاح، ومن واجبي ان انا اقدم على اللقاح، ما لا اتخاذل في هذه النقطه، لا اتخاذل. عدم تقديم على اللقاح يعتبر تخاذل، يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني بؤره للمرض. عايز اقول لحضرتك ان وزاره الصحه عامله الموقع، موقع سهل الاستخدام، المحليات كمان عامله مراكز في المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحيه للتسجيل للي ما يقدرش. اداره الازمه الحكومه فعلا ادارت هذه الازمه باختصار. وبعدين بيجي دورك بسرعه، يعني انت بتقدم النهارده ممكن في خلال اسبوع بيكون اول حاجه بتقدم بيبقى هل انت من الخدمات الطبيه ولا غير الخدمات الطبيه، هل انت تعاني من مرض مزمن ولا لا تعاني من مرض مزمن. فعلا السيستم انا بسميها الحوكمه الرهيبه. والنهارده بعد 8 في بعض الناس بعد 48 ساعه بيجي لهم فعلا انه اذهب الى المستشفى الفلانيه لان تاخذ اللقاح. دي يعتبر فعلا من الحاجات الممتازه والحاجات العظيمه. عدم ذهابي بقى ده يعتبر تخاذل. الاشاعات اللي بتطلع النهارده ده اللقاح ده بيسبب مرض فلاني. طب ايه بقى انواع اللقاحات المتاحه؟ اللقاحات المتاحه في مصر النهارده هو اللقاح الامريكي شركه استرازينيكا، واللقاح الصيني، وده اللي متوفر الحالي. كلا اللقاحين فعلا كفايتهم عاليه جدا. في ناس بقى يعني لا بتختلف بقى يعني ده اقوى من ده، ده ما تاثيره ضعيف، ده النسبه 92% ل 95% او 96% قريبين يعني جدا من بعض. حتى شركه فايزر النسبه من 92% بين الثلاث لقاحات دي. احنا عندنا حوالي اربع او خمس لقاحات على مستوى العالم، الروسي وشركه فايزر، والصيني، الصين لها لقاحين، والبريطاني استرازينكا. الكفاءه متقاربه جدا في اللقاحات. الاثار الجانبيه متقاربه جدا. في ناس يقول لك اصل الصيني اثاره الجانبيه اقل. طب الامتداد بقى 3 شهور وشهر النهارده اللقاح امن في نفس الفتره، هي فتره بس اللي بناخد بين اللقاح بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، تختلف من لقاح للقاح، انما امن جدا. زي ما قلت لحضرتك الاعراض الجانبيه اللي ظهرت على مستوى العالم كله لا تتعدى ال 3 او 4%. نسب الوفيات يعني اللي اثبتت انها من اللقاح صفر. ان في بعض نسب الوفيات حصلت، في بعض نسب الوفيات حصلت. طب حصلت من اللقاح ولا من غير اللقاح؟ لم يزرع حتى الان. طب اللقاح اروح اخد اللقاح ولا ما اخدش اللقاح؟ ناخد اللقاح، لازم تاخد اللقاح. هيحصل عدوى لو خدت اللقاح او لا؟ ممكن يحصل عدوى، بس مش هتروح للمستشفى
مش هيكون الاصابه مميته، ودي مهمه قوي. مش هتعمل ودي من سن قد ايه ياخد اللقاح؟ من فوق 18 سنه من فوق 18. تاخد اللقاح. طب لحد سن قد ايه حضرتك بتقدم على اللقاح؟ من بعد 18 سنه. وحضرتك راح تاخد اللقاح بيبقى في اطباء متخصصين بيقعدوا مع حضرتك ويسمعوا منك الحاله المرضيه ويقرروا هل فعلا تاخد اللقاح ولا ما تاخدش اللقاح. نسبه 95% من الحالات يجب لهم اللقاح. الحالات بقى اللي ما تقدمش وما ينفعش تاخد اللقاح اقل من 18 سنه، في بعض الحالات المرضيه اللي عنده حساسيه من اي انواع من الادويه ده احنا بنديهوش اللقاح، انما بقيه الحالات الحامل سير الحامل هي في بعض الحالات المخصصه اللي ما بتاخدش اللقاح زي ما اتحرك اقل من 18 سنه، اللي عنده حساسيه لبعض المواد الفعاله اللي موجوده في اللقاح، السيدات الحوامل، هي دي الحاجات البسيطه اللي احنا بنقول ما تاخدش اللقاح. اللي اخذ كورونا قبل كده برضو استشاره الطبيب. انت بتقدم على الموقع والاطباء هيقول لك اصل حسب اخذ كورونا بقاله قد ايه، بقاله 3 شهور ولا اكتر من 3 شهور. وحضرتك مع قبل ما تاخد اللقاح بيقعد معاك فريق طبي متخصص يقول لك انت هتاخد اللقاح ولا بيعمل دراسه بس بيسموها الدراسه المستنيره. طيب بعد ما اخد اللقاح هل في ادويه انا باخدها؟ لا حضرتك ما تتطوعش من نفسك، بيقول لك خد باراستامول او خد مضاد مسكنات او مسكنات. لا حضرتك ما تتطوعش. في بعض الناس بيقول لك خد مثلا حاجه تعمل سيوله او ادويه السيوله. لا الكلام ده كله الكلام كله ده اجتهادات شخصيه، لازم حضرتك تسال طبيب او تسال صيدلي. طيب هنسال ناس يعني خليني برضو اكون محامي الاغلبيه، كل دكتور بيقول كلام شكل، مفيش حد ثابت على راي معين، الاطباء نفسهم هم اللي بيقولوا كده، يعني ممكن طبيب تساله يقول لا لازم تاخد دواء للسيوله، طبيب تاني يقول لك لا ما تاخدش دواء للسيوله، فيعني ده بيعمل حاله من البلبله. عشان اقول لحضرتك معظم الناس بتستلقي المعلومه من مين؟ من جاره وزميله. مفيش حد راح لدكتور او راح لصيدلي حاله او كذا بنسميها حاله شخصيه، انا بعاني من المرض الفلاني، انا خدت كذا، يقول لك ايه انا زميلي نصحني ان اخد كذا، انا جارتي نصحتني ان انا اخد كذا. انما حضرتك روح لطبيب او روح لصيدلي استشيره. انا عايز اقول لحضرتك حاجه في ظل كورونا، يعني ودي ما اعرفش ليه غايبه عن بعض الناس، ان المريض بكورونا يعني بتجي له مجموعه من الاعراض اللي شويه بتخليه لا قادر يتكلم ولا قادر ينزل ولا قادر يتواصل وحالته النفسيه صعبه، اللي ما تخليهوش قادر يروح لطبيب وينزل يروح عياده ويركب مواصلات او حد يستقله معاه في سياره ويذهب بيه. فانتشرت كمان مع ده يعني اهميه وجود العيادات الالكترونيه، يعني بقى التواصل مع الاطباء دلوقتي حتى في وصف العلاج عن طريق التطبيقات الالكترونيه. أنا أقول لحضرتك في بعض القوى الناعمة في مصر زي المؤسسات الخيرية وبعض الأحزاب فعلا قامت بالنقطة دي، إنها تكون حلقة وصل إلكترونية بين المريض وبين المتخصص. بعض الأطباء وبعض الصيادلة تطوعوا، نسبة نجاحها أنا شايف إنها خطوة مهمة قوي، خطوة مهمة قوي للعلاج الإلكتروني أو العلاج أو التحول الإلكتروني في مصر. طيب أنا أنصح بيها ما أنصحش بيها بنسبة 100%. ليه؟ في بعض الحالات انا ما اقدرش اوصف الا بسماعه الطبيب، ودي نقطه مهمه قوي، لازم الطبيب يسمع بسماعه، لازم في اعراض متشابهه، يعني امراض مختلفه باعراض متشابهه، وده لازم الطبيب يسمع ويسال كويس المريض ويسال باستفسار. ده ما بيطبقوش للتطبيق الالكتروني. زي ما قلت لحضرتك بقى الاحزاب والهيئات عملت ايه؟ وصلت المريض بالطبيب. يعني اقتطعت جزء من وقت الطبيب في الاستشارات التليفونيه، وده كان ليه دور مهم قوي. انا ما انصحش المريض ان هو ينزل ويروح، لا، عشان الزحام. بس لازم تخلي بالك من نفسك، ولازم زي ما قلت لحضرتك من هنا بقى عايز حضرتك تقول بقى يعني في نهايه حلقتنا دور المواطن في ظل هذه الازمه. دور المواطن اول حاجه لازم يكون عندك وعي كافي. احنا النهارده داخلين حرب، او احنا في حرب حاليا، حرب مع مجهول. حرب فعلا مع مجهول. بدايه التغذيه السليمه، وبعد كده النوم الكافي، خط الدفاع الاول هو المناعه. لازم النهارده تقوي مناعتك بالحاجات، فعلا التغذيه السليمه، الخضروات، الفاكهه، الحاجات اللي المأكولات اللي ما فيهاش مواد حافظه، النظافه الشخصيه، ودي مهمه قوي. النظافه الشخصيه، تغسل ايدك بالماء والصابون لمده 20 ثانيه وتغسل وشك لمده 20 ثانيه، ده نقطه مهمه قوي. لازم تلبس الكمامه في اي، النهارده لو انا خارج في اي مشوار، ما فيش حاجه اسمها
اصل انا زميلي ما عندوش كورونا، انت ما تعرفش انه عنده كورونا ولا ما عندوش. فعلا النهارده التجمعات لازم نبعد عن التجمعات. اذا نقول سلامتك الصحيه بترتكز تبدأ منك. تبدأ منك. منك وعلى سلوكياتك اللي انت بتتخذها وبتتبعها هي مصدر الحمايه والامان. انهي كلامي؟ ايوه ان انا بحيي فعلا الجيش الابيض، بحيي فعلا كل دكاتره مصر وكل الفريق التمريض وفريق الصيادله، كل الجيش الابيض فعلا انتوا قمتوا بواجب او بدور بطولي في هذه الازمه. كل التحيه ليكم، مهما قلنا ومهما اتكلمنا انتوا فعلا في ناس ضحت بارواحها، زي ما في جندي ضحى بارواحه على الحدود، في طبيب وفي صيدلي وفي ممرضه ضحت بروحها جوه المستشفى عشان خاطر انقاذ المريض. الف شكر ليكم، وباذن الله ربنا يعدي الازمه دي على خير، وباذن الله السنه الجايه نقعد في مصر ومفيش كورونا ونرجع تاني للحياه الطبيعيه باذن الله. دكتور احمد ادريس المتحدث الرسمي لشعبه اصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف وعضو منتدى الاصلاح الصحي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.